واسميها خديجة. واش عرفتي اش كتعني خديجة؟ انا ما نرضاش نسمي بنتي خديجة، سمي ولدك برويطة، باشكلي، طيارة، بيكالا، حياتك هذيك، انا ماشي سوقي فيك. ازل تحياتي ومرحبا بكم في واحد الفيديو اللي غادي نهضروا في الموضوع ديال منع الاسماء الامازيغية، من بعد ما عرفنا بان الاسم الامازيغي سيليا تمنع في مراكش. من بعد الفيديو اللي درت نهار الاثنين، نهار الثلاث تسجل هذا الاسم هذا، وهذا ما كنعتبروش انجاز ولا شي حاجه، بقدر ما كنبين بان القانون المغربي ما كيمنعش الاسماء الامازيغيه، ووزاره الداخليه في البلاغ ديالها في 2019 فاش قالت بان لا مجال من منع الاسماء الامازيغيه، يعني هذا قانون واضح. الاشكاليه تبقى غير في الموظفين وهذاك الاجتهاد بين قوسين ديالهم. المهم ان الاسم ديال سيليا تسجل كما تسجل بزاف ديال الاسماء الامازيغيه من بينهم سيليا يعني قبل. ومن الغرابه ان في هذيك المقاطعه بالضبط على حساب التعاليق ديال الناس اللي كانوا كيعلقوا في هذاك الفيديو، كيبين بان اسم سيليا سجلوه في هذيك المقاطعه من قبل. يعني كما قلنا المشكل تيبقى في الموظف، كيفاش الطريقه باش تيتصرف، ونقدر بين قوسين تسمى الجهل ولا ما عندوش درايه ولا عنده تسرع ولا عنده واحد الايديولوجيه معينه. بزاف ديال الاسباب حنا ما غادي نتهم واحد، انما الاسم تمنع نط عليه واحد الضجه في ظرف ما كاملش 24 ساعه الاسم تقبل. وكما كيعاود السيد اللي مشى يسجل الطفله او البنت سيليا، انه نهار الثلاث مشى الصباح باش يسجل البنت، انه دخل ولقى واحد الموظفه تما. وهذا الشيء اللي تنعاود يعني على حساب الروايه ديال السيد اللي مشى يسجل البنت سيليا، انه فاش دخل المقاطعه نهار الثلاث الصباح وراه منعوا ليه الاسم نهار الاثنين، يعني هذاك الاثنين مع 10 11 12 هكا سير منا يجي منا، الثلاث مع الصباح مع 8 ونص 9 هكاك هو وصل تما. ولقى هذيك الموظفه قالت ليه مبروك راه الاسم تقبل، ندبحوا عليها شي فروج يعني ملي تقبل نديروا شي حفله هكا. المهم المستملحات عادي جدا، هادشي اللي بغينا في الموظفين ان تكون واحد الابتسامه ماشي مشكل. ولكن هذاك السيد اللي بغى يسجل البنت قال لي لا ما غاديش نخليك تسجلي ليا البنت انت يا ودي. قالت لي ما يكونش راسك قاصح، قال لي لا انا ماشي راسي قاصح، انما غنتسنى الموظف اللي منع ليا الاسم البارح يجي يسجل ليا الاسم عادي جدا. وجلس كيتسنى الموظف يدخل، حتى دخل الموظف نض ليه قال لي راه انا فلان، عقلتي عليا؟ قال لي ايه، قال لي واسجل ليا البنت صافي. وتجمعوا هذوك الموظفين واحد جوج ولا ثلاثه، خدموا هذاك الفيديو ديالي تفرجوا فيه ضحكوا، وقالوا لي بان تشهرت لنا المقاطعه وهذا الشيء. المهم من المستملحات، وسعيد بانه يعني تفرجتوا وضحكتوا في هذاك الفيديو مزيان، هذا الشيء زوين. ومن الصدف، من الغرابه ولا الصدف ولا نسميوها كيف نسميوها كيما بغينا، ان واحد السيد في هذيك اللحظه دخل بغى يسمي البنت ديالو جهاد. وانا ماشي ضد هذا الاسم باش نكونوا واقعيين، انا راه ماشي سوقي، سمي ولدك برويطه، باشكلي، طياره، بيكالا، حياتك هذيك، انا ماشي سوقي فيك، كيما انت ماشي سوقك فيا نسمي الاولادي لك شي اللي بغيت. يعني هاد السيد جا بغى يسمي الابنه ديالو جهاد، الله يسخر ليه من هاد البلاصه هادي ومن هاد المنبر هادي. يعني عادي ما كاينش شي ردود افعال. وهو هذاك السيد اللي كان بغى يسجل سيليا ولقى المشاكل والعرق اللي قال لهم واش شفتوا انا سيليا اللي هو اسم زوين كيعبر على الجمال وشي حاجه زوينه، وانتوما جهاد بغيتو تقبلوها يعني بدون ما تعرفوا المعنى وكذا وكذا. وهو حر صراحه انه يسجل، غير تنبينوا المفارقه العجيبه. كيفاش هاد القضيه هذه؟ انت انسان متدرج كتهضر بالدارجه، ما تعتبرش راسك اصلا عربي، راه اي انسان، وتنقولها بكل افتخار، اي انسان كيتواجد في شمال افريقيا وكيعتبر راسو عربي راه فيو، اي شخص كاين في المغرب وكيعتبر راسو عربي راه فيو، راه الانسان اللي كان في شمال افريقيا امازيغي وتم تعريبه بدا كيضرب بالدارجه. راه ما حد صاحبي تتقول لولدك جيب لي الساروت، راه ما خصكش تعتبر راسك عربي، الساروت راه باينه تمازيغ، تقول ليه المفتاح. ما حد صاحبي تتعيط على ولدك وتقول له جي تشرب الحريره، اقول ليه الحساء. ما حد صاحبي تتعيط على صاحبك وتقول له انا جاي قطع الطريق، قاطع الطريق بالله العربي راه شفار. هذه دارجه، هذه دارجه ممزوجه
ما بين دامازيغت وتا عرب والفرنسي والانجلي وتا سبنيولي وتابعه قواعد امازيغيه. صافي ما بقيتيش عاقل على الامازيغيه، مشات لك لاسباب بزاف انت ماشي مسؤول عليها مثلا ولا عادي، ولكن الهويه تنبثق من الارض، كتعتبر راسك امازيغي بدون نقاش. شكيتي في هاد الهضره اللي تنقول لك 500 درهم ودير التحاليل ديال الله دي ان، وغادي يبينوا لك بان اصلك امازيغي وصافي وسدات مدى. يعني ماشي غير تكون واحد الايديولوجيه معينه باقا ليك في دماغك وتبغي تصرفها انت في ناس اخرين، هادشي راه ما مقبولش. الدوله ديال المغرب راه واضحه والدستور واضح والقانون واضح، اللي خالف القانون من طبيعه الحال انه يعتبر مخالف للقانون، خصوصا مثلا يتعاق ولا يتحاسب ولا يتنبه ولا بزاف ديال الحوايج. ولكن واحد الانسان ما خالفش القانون ما خصكش انت تبقى تبين دير ديك العنطريه ودير راسك راك فهمتي، ولا يعني راك انت في واحد البلاصه معينه وصافي تبقى دير واحد السلطه ولا داكشي راه ما خدامش. وهذه رساله للموظفين اللي كاينين في الحاله المدنيه. يعني تقريبا هذا الفيديو هذا هو الخامس ولا السادس على هذا الموضوع ديال منع الاسماء الامازيغيه، فايد درت واحد ثلاثه ولا اربعه وقيله بالامازيغيه، وهذا الثاني بالدارجه، يعني سته ديال الفيديوهات في نفس الموضوع. والله الا راه عييت صراحه، راه هذا الشيء بزاف، راه الناس وصلوا فين واصلين وحنا باقي تنتقاتلوا على علاش تمنع عليا الاسم. الاسم راه ما عندكش الحق تمنعه، هذه ما فيهاش نقاش. رساله للموظفين مره اخرى، جا شي واحد بغى يسمي الابن ديالو ودخل وحط لك الوثائق، قول لهم مرحبا وبين لي ابتسامه يا صاحبي، ولا ما تبيناش كاع الا طلع عليك الدم شغلك هذاك، ما تصرفش فيه ما تدورش فيه. هو قال لك بغيت نسمي انا ولدي تراكتور، ما ديرش ها ولا تحل عينيك ولا تضحك ولا قول لهم مرحبا سيدي. ارى لي الورا انت الداخل ديالك ان هذا الاسم هذا شي شكل ما جاك غريب ولا، وتتحمل فيه المسؤوليه ديالك. مثلا انا جاي نسمي ولدي اماريس وتقول لي وتجيك غريبه سوقك هذا، ماشي سوقي انا، انت ما كتعرفش مزيغ ولا ما كتعرفش هذا الاسم شغلك هذا، يعني ما تبينش لي انا. تتشد هذوك الوراق تتقول لي اسيدي مرحبا غادي تعطيني النمره ديال التليفون، من هنا واحد اليومين راه غادي غير جاوبنا الداخليه، راه غادي نعيط عليك ونقول لك اجي، ولا ما تقوليش حتى الداخليه، قول لي واحد اليومين ورجع الله يرحم لك الوالدين. عادي جدا تيمشي هو، انت كدير الاجراءات القانونيه اللي عندك في القانون، كتراسل الولايه ولا العماله وهم كيراسلوا الداخليه وكيجاوبوكم. قبلوا التراكتور صافي، تتقبلوا تتعيط عليه قول له جدي الحاله المدنيه ديالك صافي. ما قبلاتوش وزاره الداخليه قسم الحاله المدنيه، راه تيكون عندك مبرر تتعطيه ورقه بان راه تمن هذا الاسم هذا غير مقبول لاسباب معينه، داكشي اللي قالت لك وزاره الداخليه قسم الحاله المدنيه، وكتقول لي اجي تاخذ الحاله المدنيه ديالك، تقول لي هاك الحاله المدنيه ديالك، ها الوراق ديالك، وها المبرر ان الاسم تمنع، سير اخويا تبع المحكمه. عادي جدا، ها انت وليتي زوين درتي الخدمه ديالك وانت ما جرحتي حتى شي واحد. هذه رساله للموظفين الله يجازيكم بخير، حيت هذا الشيء اللي كاين في القانون، راه ما كايناش شي حاجه اخرى. هذوك اللافت باش نتفاهموا، هذوك الاسماء اللي عاطينكم سنين من 1990 والله يعلم الله فوقاش اللي في هذوك الاسماء، راه داكشي متجاوز. شوفوا القانون اللي خرج جديد، شوفوا البلاغ ديال وزاره الداخليه، وكنتمنى حتى من وزاره الداخليه انها تعمم اي قرار خرجته انه باش يوصل للناس. هذا المشكل ديال سيليا والمانع ديالها في المقاطعة سالينا وتنحيي صراحة باش حتى نكون ما نكونش عدمي ونكون منطقي، أن هاد الموظفين اللي سجلوا هاد الاسم ديال سيليا صراحة، حيت بزاف ديال الأسماء تمنعوا، وكنت أنا من بين الأسباب اللي باش أنهم يتسجلوا هادوك الأسماء. مثلا أن الاسم تيتمنع على اثنين، تنوضعوا ليه واحد الضجة لا ربعة تيتقبل وتيدار ليه في التسجيل بأن راه تقبل نهار الاثنين. يعني هذا الشيء لاحظتوا بزاف ديال الاسماء اللي فاتوا قبل هذه سنوات، كنلاحظ هذه القضيه هذه. يعني باش ان داك الموظف بحال اللي كيعطي مبرر، لا راه ما منعتوش انا، راه التاريخ راه سجلتني بحال هكا، هذا الشيء اللي كنفهم فيه ونقدر نكون غلط. هاد الناس هادو سجلوه في التاريخ بالضبط، منعوه نهار الاثنين، غوتنا شي شويه، وصلوهم داك الشيء اللي وصلهم بلا ما نبقاو ندخلوا في الحيثيات. نهار الثلاث تقبل الاسم بالتاريخ ديال الثلاث، هذا انجاز وتنحييكم من هذا المنبر. نرجعوا دابا نساو الموظفين ونساو هادشي، نرجعوا للتعاليق، نرجعوا لبزاف ديال الناس اللي علقوا على ذاك الفيديو. كاينين الناس اللي تفهموا، كتلقاه انسان يعتبر كيعتبر راسه عربي ولا كيعتبر راسه بالدارجه ولا المهم عنده واحد كيعتبر داك الشيء، وراني حطيت بعدا واحد الملاحظه في بدايه الفيديو باش ما نبقاش نعاودوها. يعني وتيتضامن معاك
هذا انسان تيقول لك اودي لا، ما الاسم ما خصوش يتمنى، ماشي من حقه كذا، كيتضامن معاه. وكاينين ناس ما كيتضامنوش وكيسبوا وكيلعنوا. بالمناسبة اللعن تكتبوا اللام والعين والنون، ماشي النون واللام والعين. ما تبقاش تقول نعل، راه نعل راه هو صباط صاحبي، حذاء. حيت تقول لي نعلت الله عليك، هات تقول لي صباط الله عليك، وقدر يكون صباط الله رحمة. بغيت تكتب هذا اللعن هذا، قول لعنة، ده نعلموها لكم باش لهذوك الناس، ماشي كل شيء صراحة. وبداو الناس كما قلنا كيسبوا كيعايروا بدون سبب، غير هكا. هذا اسم ميسيليا اسم مسيحي، ومن بعد الى اسم مسيحي، شنو مشى لك انت؟ هذا كيقول لك راه اسم يهودي، ومن بعد الى كان سيليا اسم يهودي، انا باغي نسمي ولدي انا شالوم. شنو مشى لك صاحبي؟ راه اسم ديال ولدي هذا، راه انا حر، داكشي راه خصوصي، داكشي ديالي انا. وكاينين بزاف ديال التعاليق، من بينهم يعني امازيغ كيهضر بالامازيغ وكيعلق لك بالامازيغيه، والمصيبه انه كيعلق لك كتحس بديك الامازيغيه ديالو انه من الجنوب الشرقي يعني. وتيقول لك هذاك الاسم ماش بغيتو تخربقو الله الرسول. تنستغرب صراحه، تنقدر نتفهم ان واحد الانسان ما كيعرفش الامازيغيه ويجي تهضر بالامازيغيه في شكل، ولا تجي الاسم مثلا تقول اسم امازيغي يجي في شكل حتى تشرح ليه وتهضر معاه، نقدر نتفهمها. ولكن واحد الانسان امازيغ راه شتيني يدو دا شيني غوا دا الزمامية دا التكسمامية يسمنا وما يصلح هاد سولت نيك سيد ضن وهو اللي مشي ضن دا زار شوا نيك سا نيك معنا رعبة مسلمين عندي على اي الاسم راه تقبل. وواحد الميساج للناس، الناس اللي ذكر واحد الموضوع اللي ضروري يستحق صراحة الرد باش نتفهمه. الجهل صراحة راه زرع فينا واحد مزروع فينا، ولا ما نكذبوش، كي الجهل راه من العيب والعار ان نقول لك الاسم الامازيغي فلان وتجي وتقول لي الكفار الملاحدة اتقوا الله استغفروا الله، انتم تتقلبوا على الفتنة العنصرية، انتم ما بغيتوش الرسول، ما بغيتوش الاسماء ديال الاسلام، سميوها خديجة فاطمة الزهرة، علاش سميوها؟ يعني تيدير واحد المقارنة فاشلة. بغيت غير نفهم شنو هي العلاقة ما بين الهوية واللغة وما بين معتقد. الإسلام معتقد واللغة راه هوية، راه ما كاينش راه كاين واحد الفرق كبير بيناتهم. راه بزاف ديال الشعوب عندهم هويات وثقافات ولكن معتقدين، عندهم واحد الدين معين كما كان، سواء ديالك ولا ديانة أخرى. ونهار ما تيعجبوش هذاك الدين ولا بقى فيه شي حاجه تيعاود يبدلو ولا تيحيد ولا تيشوف شي واحد اخر ولا كاع تيمشي كينساهم كاملين، ولكن تتبقى الهويه ثابته. علاش كتجبدوا هذا الشيء؟ واسميها خديجه، واش عرفتي اش كتعني خديجه؟ انا ما نرضاش نسمي بنتي خديجه، ما نرضاش، حيت انا عارف المعنى ديالها. وما تبقاش تربط هذا الشيء بزوجة الرسول ولا بالاسلام، حيت راك غلط. خديجه راه هي واحد 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 الاسم كان عند العرب قبل بعثة الرسول. فين تجيبوا هاد المفاهيم هادو؟ فعلا الا قلتي لي يا عبد الله يا عبد الرحمن، تقول اسماء الله الحسنى مثلا، تقول لي راه زوينين كذا، نقدر نشم فيهم شي شويه ديال الدين. حيت حتى في الحديث اللي كيعتبروه بزاف ديال الناس بانه حديث ضعيف، ان الرسول قال خير الاسماء ما عبد وحمد، يعني ان الانسان يسمي او اولاده اسماء الله الحسنى، كيقولوا ضعيف. وحتى انا يعني بان لي بانه ضعيف، علاش؟ حيت الرسول نهار تزادوا الاولاد عند علي سماهم هو براسه الحسن والحسين، والرسول عنده واحد الولد سميته القاسم وواحد الولد سميته ابراهيم، يعني ما عندوش هاد ما دارش هاد ما عبد وحميده، يعني هنا كيبان بان هذا حديث وضعي حطوه الناس وصافي. الاسماء هي فأل وتمني، وكل واحد كيدير الاسم حسب الهويه والثقافه واللغه والمعتقد ديالو كيما بغى، حتى المعتقد ماشي اشكال. غتلقى يهودي يسمي ولده اسحاق، ثقافه اسحاق هو واحد نبي ديال وعبري، اسحاق موسى يوسف، هادو اسماء ديال العبريه ديال اليهود عادي. حتى هنا الا بان لي هذا الاسم هذا عاجبني زوين نسميه، واخا انا ماشي عبري، ماشي من يعني عندي لغه ديالي وهويه ديالي ماشي اشكال. ولكن ماشي غير تنقز، غير تسمع اسم وتنقز تكفر، راه عيب انك تكفر بنادم.
ما تتعرفوش صاحبي تهضروا وتدافعوا على وهذه هي المصيبة. خليني يا صاحبي نشوف فيك الدين، هذه هي من أجمل الحوايج في الدين. خليني يا صاحبي ما تعلموش ليا، خليني أنا نشوفه فيك، نشوفه في عايلك وفي الهضرة ديالك والتعامل ديالك، ونشوف فيك الدين ونقول هو الدين زوين. شوف كيفاش هذا السيد هذا كيهضر وكيفاش تيتعامل، بلا ما تسب، بلا ما تخسر الهضرة، بلا ما تعاير. خديجة كما قلت لك ليه هو اسم عربي ما ينكرها حتى شي واحد، ما عندوش علاقة بالإسلام نهائيا، حيث راه باين، باين أن خديجة كانت قبل بعثة الرسول، وهذاك الاسم كان قبل بعثة الرسول من قبل. خديجة جاية من الخدايج، واحد البنت اللي ما كملش 9 شهور في الكرش ديال امها، وكيسميوها الانسان العربي خديجة باش هذاك الاسم كيدل على هاد البنت ما كاملاش في الكرش ديال امها 9 شهور. واش انا تزاد عندي بنت كاملة 9 شهور ونعطيها واحد الفال ديال ما كاملاش؟ لا، بحال الاسماء الامازيغية كاينين مثلا، لو بغيتي تسمي بنتك تودا، وهاد الاسم منتشر وكاين تودا، يعني ما كيسميوش الامازيغ غير هكاك اعتباطيا، لا. فاش كتولد المرأة البنات، تتولد بنت بجوج ثلاثة، وكيتجي وحدة وكيسميوها تودا، تودا يعني ادودونت، يعني يوقفوا صافي ستوب، يعني هذا فال، هذا كيتمنى كيسمي هذيك البنت اللي تزاد تودا، وكيتمنى باش ما تزادش شي بنت اخرى، بغى الاولاد. نهار تسمع شي بنت سميتها تودا، اوتوماتيكيا بلا ما تسولها، بلا ما عرف بان عندها اختها ولا اخواتها، هذه باينه. يعني الاسم هو فعل وتمني، وانا نسمي بنتي سيليا كنتمنى انها تكون زوينه وهي والجمال وداك الشيء كله، يكون كل شيء زوين بحال الجنه بحال هكا، كنتمنى انا هذا الاسم. وتجي انت تقول لي لا سميها عثمان، هذا العثمان اللي الا قلت لك عثمان ما نبغيش، تقول لي على الرسول والنبي والصحابه الاسم، لا عثمان راه كان صاحبي قبل، راه نوع من الافاعي. هو سمي ولدك عقرب ولا افعى ولا حمزه، هو واحد الاسم ديال الاسد، راه الاسم، الاسم ودي نصيحه للناس. وكيبان لي راني طولت في الفيديو باش نسالي، والميساج ديالي راه واضح اللي بغى يفهمه تبارك الله، اللي ما باش يفهمه عاوتاني شغلو هذاك. غير كنتمنى انه كلمه لعن يبقى يكتبها مزيان باش تقبل ليه الدعوه. وباش نختم النصيحة للناس، أي واحد بغى يسمي يعني اسم الولد ديالو ولا البنت ديالو، يسميه حسب اعتقاده هو، وحسب الفهم ديالو، وحسب اللغة والهوية ديالو، لا منبهر بواحد واحد الثقافة أخرى ولا هذاك شغلو، دبر راسك سميه كيما بغيتي. غير النصيحة اللي غنعطيك، فهم المعنى ديال الاسم فقط، هذه نصيحة. بغيتي تسمي ولدك شي سمية، عرف المعنى، راه غادي يكبر هذاك الولد يقدر يسولك، خصك تعرف، تعرف باش تجاوبو، ماشي غير تسمع في شي فيلم تركي ولا شي فيلم كيما كان شي سمية وتهزها وتحطها وانت ما عارف، ما قلبتيش نهائيا على المعنى، لا. وفهموا حتى الاسماء ديالكم، اي واحد عنده الاسم كاين الانترنت يقلب يبحث يعرف غير المعنى ديال الاسم، لعل وعسى حيت اي واحد الوالدين حتى يحطوا الاسم لولادهم كي كي كيديروا هذا فعل وتمني، كيتمنوا هذاك الاسم يعني يكون مطابق للابن ديالهم. يعني حاولوا تفهموا الاسماء ديالكم باش فعايلنا يكونوا بحال الاسم هذا على الاقل، هكا تنفهمها. وراني طولت، وتحية لكم، وتحية للناس اللي كيسبوا كيعايروا كيكفروا. صراحة راه اي دعوة واي تكفير والله الا كنضحك، وتزيدني غير قوه نزيد نعاود ندير فيديوهات اخرين، حيت راني عارف بان السبان هو نقطه ضعف. على اي تحيه لكم شباب برا الترسو.